السلام عليكم جماعة، معكم الأمين. ما فهمتش علاش الصون تاع هاد لا فيديو اللي راك راح نشوفوها. على كل حال جاب بزاف عيان، تما اونجيستريت هاد السيغمون صغير تاع الصون باش نقول لكم من الاول. سمحوا لي على الصون باسكو هضرت بزاف عفايس اللي ما نقدرش نعاود الفيديو، فيديو طويلة وما فوقت بلي الصون كان عيان. تما راه شوية عيان بصح تقدروا تفهموني، وهذاك هو الصح. تابعوا الفيديو. معليش تحبسونا هاد الجملة، سيريو والله معليش. اسكو معليش الا حبيت ولا بغيت زعما تحبسوا لنا هذه الجمله هذه تاع مجتمع ذكوري جاهل وفاسد والاخر وتلصقوا كلش في الرجال. سي فري ديجا كل ستيريوتيب لي معروف في الجزائر كو عدد النساء اكثر من عدد الرجال، ما كاش منه في الحقيقه. عدد الرجال اكبر من عدد النساء، دير ريشيرش صغيره في جوجل تقول لك بهذه المعلومه. وسي فري تما كاين عدد تاع الرجال واكبر من عدد النساء في الجزائر، تما سي نورمال لي زاكت تاع الرجال يكونوا اكثر من زاكت تاع النساء. بصح حبسونا من هذه الجمله الصامته والفاسده هذه، باسكو رانا في مجتمع والمجتمع يل كونسيست من زوج جوايا، نساء والرجال. نساء والرجال يعيشوا شغل ذي كو اكزيست ويز ايتش اذر، فاهم؟ ماشي زعما واحد يسبب عفسه ولا الاخر يسبب عفسه واحد اخرى، ولا يكو اكزيستيو. هذه هي تما الاخطاء والعفايس العيانين اللي منتشره في المجتمع، راهي لافوت كي تاع الرجال كي تاع النساء. ماشي تشوف عفسه تلصقوها توجور الرجال 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 الرجال. دوك نوريكم اكزومبل واحد وفقط، باسكو شغل هاد اللي حبيت ندير هاد الفيديو هادي على جال هاد ليكزومبل راح نوريه لكم، وعلى جال تانيك بزاف لي فيديو هما صح سي دي بلاغ والاخر شفتهم في تيك توك، شفتهم في انستا، شفتهم في تيك توك وانستا. على كل حال هذا ما كملش فما نزيد عليها، مي ما حبيتش نوريهم اون طونك دي زيكزومبل باسكو دوك بلاص داروهم وداروهم شي بلاغي وما كان لهنا نحط لي فيديو تاعهم في زوم في اليوتيوب، شغل جي ما عندها حتى معنى. مي لي فيديو دوك نلخصه لكم، زعما طفله كي تنزل في الجزائر خلاص راهي محرومه من كلش، راهي ميته، راهي مخنوقه، راهي كدا. الوغ كو راهي كونتراديكتيو في رواحهم، باسكو راكي ديري في لي فيديو تحطيهم في تيك توك وراه الخنيق وراه الغليق عليك في الدار وراه الاخر. ومام كي تشوف لي فيديو تاعهم ولا بارونس تاع تدخل فيزيتيت لي بروفيل تاعهم بالوحده، ما عندهمش اشياء يوحون بانهم راهم يعيشوا حياه تعيسه، راهم يتبعوا برك في الموجه هو ايفر ستارتد ات فيرست، الموجه تاع مجتمع ذكوري كذا من هيك ما يخليش المراه تعيش، المراه مخلوقه، المراه كذا. مانيش نقول لك بلي كاع فور وتزاير فور وانتيك والمراه ما دير لها حقها، كاين ديران وين المراه ماشي ما دير لها حقها، وين حاطينها حيوان، وين حاطينها اوبجي. سي فري كاين ديار تانيك واحد اخرين وين الراجل كيف حاطينو اوبجي وحيوان وكلش، بصح ديروا عفسه واحد اخرى في بالكم بلي لي ربي الاجيال دوك ما عبالي المراه والراجل في زوج يربوه. بصح في المجتمع تاعنا المراه راهي تربي اكثر من الراجل، راهي تفورمي لا يبات اكثر من الراجل، باسكو علاش؟ نسبه المعلمات اكبر من نسبه المعلمين، نحكي على لي بريمار لا باز، ونسبه كاين نسبه كبيره من النساء الماكثات في البيت تما اللي يربوا ولادهم اللي يعلموهم التربيه الحسنه والاخر. واكبر بورسيون من التربيه في المجتمع تاعنا تجي من عند الام اللي هي مراه، تسمى كي يخرج مجتمع فيه رجال فاسدين هادو كاع فورماهم النساء. دوك نمد لك هاد ليكزومبل، هادي استاذه تاع لغه عربيه انستغرام تاعها راهي كاتبه في البيو لا اضيف الرجال والنساء الكاسيات العاريات. يا الاستاذه بري راسك، حياتك كول نيمز قذفي لي عباد وديري واش هاد حياتك، ما تضيفيش رجال ما تضيفيش النساء كاسيات العاريات اللي هي في بالها في راسها. دوك شوف ما خلطش انا في امور تاع الدين كيما نكونش 100% سير، تما دوك والله ما على بالي المفهوم الاكزاكت تاع الكاسيات العاريات، ولا وحده كيما دايرش حجاب برك، ولا وحده كيما دايرش حجاب وتزيد تبين المفاتن الاخرى تاعنا، والله ما على بالي ما نخلط ما نصنفو من هذا الكوتي، باش نحكي على الكوتي ميسوجونيستيك باش ما نتقبهاش ما نحكيش فرونسي، باش نحكي الكوتي ميساجونيست تاع واسمو ميساجونيستيك سايد تاع هاد المرأة هادي، والكوتي صاديك شوية راك فاهم، لا ما ندخلو في لي ديتاي. المهم قالك لا وظيفو الرجال والنساء الكاسيات العاريات، وأبروب على حسبها هي أي وحدة ما تلبش خمار هي مرأة فاسدة والآخر وكذا. هادي أستاذة لغة عربية، قالك أستاذة لغة عربية سيدة عمل ناجحة. أنا صراحة جامي سمعت به كذا، كي ناجحة ربي يزيد لك. أحب قراءة الكتب جد في عملي، العلم نور والجهل ظلام، العلم نور والجهل ظلام، قوليها لروحك هذيك باسكو علاش دوكا مور الحادثه تاع وسمو تاع شيماء الله يرحمها تصيب. ما نعرف وين كومونتات هذي باسكو هذي واحد بعثها لي، ما حبيتش نبحث باسكو ما تجي ديرك من الفيديو خير
باش نحبسوا هاد الستيريوتيب وهاد البساله دي تاع المجتمع الذكوري. هاد المراه دي كومونتات لواحد قالت له نعم عندك الحق، ماشي تتعرى ومن بعد يغتصبوكم قولوا ظلمونا. اها تما هادي من العباد اللي ظنوا بظاهره الاغتصاب هي على جال لبسات عنسا، الور كو 90% من حوادث الاغتصاب يصراو باسكو الراجل هذاك ولا المراه اللي اغتصبت، باسكو النساء ثاني كيغتصبوا عباد، نهار اغتصبوا طفل، نهار هذيك المراه كبيره اغتصبت طفل صغير، هذاك ما سمعت حتى مراه تحكي على السوجي، ما سمعتش عباد يقولوا ما سمعت والو، سمع قليل اللي بارطاجاو وقالوا شغل شوفوا شنو هاد الهبال والاخر. مي غايقول لك ما عندها حتى علاقه بلبسه لباس النساء، باسكو كاين كلبات هاشاكم كحيوانات كلاب وما تلقوهمش يغتصبوا بهم في الطريق، ما تحكي ليش انا على تتعرى والاخر. ومن بعد جات واحد الطفله ريبوندات لها قالت لها معريه ما يلبس حتى شيء، من نيتك على هذا السبب يغتصبها ويقتلها، نورمالمون انتم اللي تخموا هاك ثاني يسجنوكم، باسكو بين الله يبارك فيها تخموا وتدافعوا على جريمه خطيره الله غالب، كون زعما تمطروا عقول مش راح تستوعبوا، يعني ما عندها الحق واش قالت، بصح شغل زاد فيها شويه. على كل حال الاستاذ هذه شغل مام في هذا السوجي هذا شغل واش بيك، الطفله ماتت الله يرحمها، قتلها اغتصبها وحرقها، ومن بعد جيت تقولي انت تقذف فيها بعد ما ماتها. لا عنده الحق الي فول ما قالت نعم ان راهي معريه يا فارغه العقل، ديجا قذفتها بكلام ديريكت انت فارغه عقل، انسانه مش متحجبه تعتبر عاريه، ما نعرفوش من البلاد هذه، ما نعرفو راكي عايشه انت يا ما هذه نورمالمون تعرفيها في البريمير استاذه، ديروا مليح بالكم استاذه ومراه ماشي راجل، المراه هذه احترمك استاذه مش راح نحكي طريقتك، ربي يستر الجيل اللي راكي تربي فيه، وانت نورمالمون في الابتدائي تعرفي وتذكر ما حاسين موتاكم لا اله الا الله. المهم راكم شفتوا راني مديت الاكزومبل دوك انا هذا تاعي باش نقول لكم برك حبسونا من هاد كلمه مجتمع ذكوري جاهل. الخطا يقع على المراه والرجل، المراه هي اللي تربي الاجيال والراجل ثاني كيعاون في التربيه ويربي والاخر، نحكي على المجتمع تاعنا. تما كي تروح هاي استاذه لغه عربيه في البريماري يا جدك، هذه تربي اجيال، هذه توري الدراري صغار اللي راهم طالعين اللي مازال ما يعرفوش يفرقوا بين الخير والشر، توري لهم وراه الخير وراه الشر، هذه تعلمهم باللي الطفله كي ما تكونش محجبه لازم نقتلوها، هذه تعلمهم باللي بنادم كي يغتصب طفله ويزيد يحرقها ويقتلها نورمال على حساب الشوفه، تعلمهم بلاد العفايس عاديين جدا. قلت لك ما ندخلش انا في امور الدين تما باش نقول، ماشي نقول لك زعما كي ما دير تلبس حجاب مليح وفور وكذا كل وحده غير متحجبه، الله يهديها ان شاء الله وربي يغفر لها نورمال، شغل نهار تقنع ودير الحجاب مبروك عليها ولاباس والحمد لله كاع. دوك انا بيرسونالمون عفايس لي بيرسو فيا انا نيلاتي بروحي بيني وبين مولايا ولاتي بالعباد اللي راني مسؤول عليهم، ما كان لها راح نبدا نلتهب بنات الناس ونبدا نو يو ار كافره ذاتس جست بولشيت والله. اما الاستاذه هذه اللي راهي مسؤوله راعية ومسؤولة عن رعيتها واللي هي العباد اللي راهم في دارها والعباد اللي راهي تقري فيهم كاع بالك أكثر من 100 تلميذ في بريمان ولا عرس هكذاك اللي يجوز تحت يديها هذه في عام واحد راك فاهم ولا بالك أكثر، تسمى أجيال وأجيال تربيهم هذه المعلمة هذه يا هضرة شحال عندها في التعليم وما زال تزيد تعلم العباد تعلمهم هاد العفايس ميساجونيستيك ثينكس وسارك ثينكس لي يخمو بهم العقل تاعو يولي طفل صغير يخمم وي تما داك الانسان لازم يغيظني يلاه غالب مسكين ضرب حبه بمهلويسة والاخر لا سوسيتي خانتو مسكين الله غالب راح للطريق وسيتياسيون ظروف ومن بعد شاف طفله ماشي لابسه حجاب والله غير مسكين تشهاها وماشي تروح لو كان جات لابسه حجاب ما يدناش ليها. هاد الافكار هادو افكار غبيه جدا وكي اتيه من استاذه اني حاير انا مخير وحابس برك. هذا المثال هذا باش تحبسونا الهضره تاع مجتمع الذكوري قدام هيك، الخطا يقع على الرجل وعلى النساء، كي تغلط مراه نكوريجيوها وكي يغلط راجل نكوريجيوه، ماشي كي تغلط مراه نغمضوا عينينا باسكو مراه وكي يغلط راجل شو الرجال شو الرجال، المراه ما تنفش ما تعيش في المجتمع هذا والله ما راهي تتنفس، هاي ليك مراه كونتركم، مراه ماهيش مخليتكم تتنفس، راهي تربي اجيال صاعده على هذا الشيء على هذا الغلاق والاخر وكذا اللي نتوما راكو تقولوا بلي الرجال راهم يكوزيو فيه وتكونتراديكتيو في رواحكم باسكو اون ميم طون راكو ديروا واش تحبوا في الانترنت ما تقولوا والله المجتمع ماهوش مخلينا راك باين كاع الموجه حبسونا من هاد الهضرات هذوما باسكو ما عندهم حتى معنى. الخطايا قاع على الرجل وعلى المراه اللي يغلط نكوريجيوه وكيما قلت نعاود نجيب ليكزومبل تاع مقبل كاع المراه هذيك اللي اغتصبت طفل صغير في عمره 50 واحد ما هضر عليها ما قالوش
يعني مالوريزمون كي الرجال كينسى قليل الأقلية تاع العباد اللي حكاو على هذا السوجي هذايا و ما صراتش بوليميك كيما تصرا لو كان الادوار مقلوبين راجل يغتصب طفله صغيره تولي خلاص يولي مجتمع ذكوري فاسد وجاهل وكيفاش يغتصب طفله صغيره وما طلقتوهاش صغيره ومراه كيغتصب الطفل صغير هذا اغتصاب ثاني فرصاته او صغير وما يعرف والو دوك وشنو مجتمع ذكوري هذايا برك انا من هاد الهبال هذايا الفيمينيزم تاع الصح ماشي هذا هو الفيمينيزم تاع الصح اللي يجيب حق النساء اللي راهم محقورات اون بريزيرفون توت اون بريزيرفون لو ريسبي والحقوق تاع الرجال تاعك تنساوهاش هذه ماشي الدور كيما ديك الكلمه اللي نكرهها جايه من الغرب هذيك كيل اول مان واش وكان انا نقول كيل اول ويمن ماشي دوك اول ويمن اللي يجوا يقولوا لي واش بك انت هبلت عكسوا الادوار قبل ما تهضروا كلام كيما هذا عكسوا الادوار كي تعكس الادوار روح بعدا روح يخمي وهضري كلام كيما هذاك المهم قلت لك خلونا من هذا الكلام الفاسد والعيان هذا باسكو صرا ريان ماشي ما راناش رجال كونتر نساء رانا حنا كونترهم مجتمع سوسيتي فيها رجال ونساء كونتر العباد العيانين كسوسوا نساء ولا رجال ما راناش نساء كونتر رجال نحوها من راسكم هذه ماشي مليحه التخمام هذا ما كان سلام.